يا صباح الخير وصباح الهنا وصباح البطولات، احلى صباح على احلى جمهور، جمهور الاهلي. انا نهاوند سري ومعايا كريم كوجاك زميلي العزيز جدا، وعشرة الصبح في الاهلي. يا صباح الفل. صباح الفل عليك وصباح الفل على كل مشاهدي قناه نادي الاهلي، وطبعا سعداء جدا بوجودنا مع كل حضراتكم. انتم دلوقتي بتتابعوا بدايه اول حلقه على الاطلاق من 10 الصبح في الاهلي، البرنامج اللي بنتمنى انه ان شاء الله ينال استحسان ورضا كل حضراتكم، واللي بنتمنى على قد ما ربنا يقدرنا ان احنا فعلا في كل حلقه من حلقاته نقدم لكم كل الحاجات اللي ترضيكم واللي تليق بيكم كجمهور عظيم لنادي عظيم. ده كلام محترم جدا، بس كمان في حاجه او شهاده خليني اقول لازم نعترف بيها كلنا. امبارح كان طبعا الافتتاح بتاع قناتنا كلنا، قناه الاهلي، بس كم الدعم اللي احنا كنا شايفينه من الفيدباكس على تويتر وعلى فيسبوك وعلى كل السوشيال ميديا، حاجه رائعه فعلا. انا كنت كاتبه قبل كده على تويتر هاشتاج انت وسط اهلك، يعني انت بجد مش بتقدم لجمهور غريب عنك، انت بتقدم لجمهور هو عايزك تنجح، هو عايز يدعمك، هو في ظهرك. كمان لو اي تعليق مثلا سلبي كان حد كتبه وتلاقي ناس داخله بتدافع عنك. صحيح. فعلا احنا حاسين ان احنا وسط اهلنا، ويا رب نكون عند حسن ظن حضراتكم كمان، لان دي مسؤوليه كبيره جدا. خلي بالك ان كل قنوات العالم بيبقى لها متابعين، قناه الاهلي ليها عشاء، فالوضع مختلف. صح. تماما وعلى كل الاصعده، وده بيزود من احساسنا بالفخر وبالشرف الحقيقه ان احنا يعني ان شاء الله هنكون موجودين مع كل حضراتكم كل يوم من الاحد للاربع من الساعه 10 صباحا للساعه 12 ظهرا. احنا يمكن امبارح نوهنا سريعا جدا واحنا بنحاول ان احنا نقدم نفسنا لحضراتكم في الحفله ان هيكون عندنا فقرات مختلفه، طبعا ده حقيقي، بس احنا كمان نوهنا عن الهاشتاج. هاشتاج أيوه. زي ما كنا بنقول احنا مهم جدا ان احنا يكون في تفاعل مع حضراتكم، ده اساس كل شيء. فاي موضوع، اي اقتراح، اي تعليق حضراتكم هتبقوا عايزين ان احنا نقوله هنا او نتكلم فيه، يا ريت تبعتوا لنا على هاشتاج البرنامج 10 الصبح في الاهلي. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو هيبقى فيه في معظم الحلقات بتاعتنا في البدايه هيكون فيه زي سؤال، زي النهارده مثلا على سبيل المثال احنا عندنا الاهلي هيلاعب الجونه وده هيكون ماتش ودي، فاحنا النهارده سؤالنا تحديدا تتوقعوا النتيجه هتبقى كام وتتوقعوا من هو رجل المباراه، فيا ريت تبتدوا تبعتوا لنا من دلوقتي، وعلى اخر الحلقه ان شاء الله هنعرض كل التعليقات ونشوف كده الناس توقعاتها ايه. وبالمره برضو لو في يعني مساحه كافيه للتوقعات، يا ترى متوقعين مين اللي هيهرس يعني اهداف في مباراة النهارده الماتش الودي بين الاهلي والجونه؟ امبارح كانت الوقت المتاح لينا الى حد ما ضيق، كانت الفقرات كتير قوي والتهاني بسم الله ما شاء الله كتير قوي، فبالتالي ما كانش عندنا انا ونهاوند فرصه طويله او كبيره ان احنا ايه نقول اللي في قلبنا قوي، فيعني ممكن نكون عبرنا الى حد ما عن احساسنا بالسعاده لوجودنا مع كل حضراتكم، بس انا ما جاتليش فرصه اقول ان انا سعيد جدا ان انا بشتغل مع نهاوند. فرصه عظيمه بالنسبه لي ان انا اربع ايام في الاسبوع زي ما بيقولوا كده باللهجه العاميه المصريه اصطبح بهذا الوجه الجميل، وان شاء الله تسعدوا حضراتكم معانا. لا انا سعيده ومتشرفه يا كريم حقيقي، انت اسم كبير ومن زمان، يعني انا كنت اسمع عنك قبل ما ادخل الميديا كمان، فده شرف ليا ان انا اكون معاكم وحضراتكم. طبعا نرجع نقول تاني احنا متشرفين، ويا رب نكون عند حسن ظن حضراتكم في كل حاجه بنقدمها طبعا ان شاء الله. احنا هيكون معانا بعض المكالمات وهيبقى معانا فقرات النهارده مختلفه، بس حابه اوضح عن فقره معينه لان اعتقد دي مهمه جدا للويكند او العيد، لان العيد خلاص يوم الجمعه. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا كريم. كل سنه وحضراتكم جميعا بصحه وبخير يا رب، ودايما متجمعين على خير.